يا فندم ده شاب من القرية على علاقة كويسة جدا بأهالي القرية. نعم. فهو كان بيقعد معانا في البلد وبيقول لنا إن هو قنص ناس معتصمين سلميين في رابعة العدوية، وإن هو زعلان وندمان جدا إن هو قنص الناس دي، وقال لنا بالحرف الواحد إن هو قنص ثمانية، وقالوا له إن ما قنصتش الناس وموتها هنموتك وهنقتلك ومحدش هيعرف عنك أي معلومات. وده فندم الناس خدت خبر بالمخابرات بأنه كل اللي قناص رابعة معاهم ناس مخابرات بيعرفوهم قالوا ايه وعملوا ايه والكلام ده كله. نعم. الولد ده فندم في البلد بيصطاد حمام وكده يعني ويمام، فهو بيعرف يمشي كويس يعني متعلم عن نشان. نعم. كان يلقب في الداخلية بصائد اليمام، كان يلقب في الداخلية بصائد اليمام. حمدي اسمه يا فندم حمدي كمال حسين حامد، وتوفت في نفس اليوم شقيقته اسمها رضا، وشقيقته دي يا فندم توأم مولودة معاه في نفس اليوم اللي هو تولد فيه. نعم. طيب فده فندم أثر في الناس كتير جدا، لأن ده حدث يوم 23/9 الماضي، شهر 9 الماضي. فده يا فندم حصل بعد عدة مداهمات للقرية، وتعدوا على ناس كتيرة جدا في القرية من ضمنهم شيخ معاق اسمه الشيخ شعبان إبراهيم، ده فندم عم الشهيد القتيل والقتيلة وأخته التانية الشهيدة، ده عمهم أخو أبوهم. نعم. الشيخ شعبان ده فندم ملوش اي انتماءات سياسيه، وهو راجل عاجز وموظف، خدوا ابنه من البيت، ابنه ده فندم متجوز بقاله ايام معدوده، متجوز اسمه عماد. نعم. خدوه من البيت واعتقلوه، وبيعتقلوا اي حد ملتحي واقف في الشارع. اعتقلوا امبارح يا فندم امس اعتقلوا الاستاذ محمد لملوم، وهو راجل محترم ويشهد له الجميع بانه محترم، واعتقلوا الاستاذ عبد الجواد صابر ابو الحسن، واعتقلوا الباشمهندس علاء صلاح، واعتقلوا والده معاه يا فندم، واعتقلوا الاستاذ عصام وهو مدرس اعدادي راجل محترم، واعتقلوا الاستاذ رضوان وهو احد ابناء القريه وراجل مدرس ويشهد له الجميع بالاحترام. نعم. واعتقلوا الاستاذ سمير ابو العسكري، وده راجل كويس ويشهد له الجميع بالاحترام. واعتقلوا الاستاذ عبد الجواد عبد الوالي، وده راجل مأذون القريه وراجل يشهد له الجميع بالاحترام. نعم. واعتقلوا الاستاذ محمد ويشهد له الجميع ايضا بالاحترام. فهم يا فندم يعتقلون من له انتماء سياسي او ليس له انتماء. طيب. سياسي. فهؤلاء يريدوا تدمير مصر، لا يريدوا ادارتها او بناها يا فندم، دول انقلابيين تدميريين. معاك. نعم. يا فندم. نعم. طيب يعني عثمان، لماذا قتل حمدي؟ لماذا لم يعتقل؟ هل عندما أتى الأمن إلى منزله كان يهدف قتله، أم كان يريد اعتقاله فقط؟ لماذا قتل ولم يعتقل؟ يا فندم أنت سؤالك ده جميل جدا. أول حاجة عندما قاموا باعتقاله كان حيا، ولكنهم تركوا خلفهم شقيقته مقتولة عندما حاولت الدفاع عن شقيقها، ولكن لم تتعدى عليهم، بل قالت لهم لماذا تأخذونه، لأنه أدى الخدمة العسكرية وكانوا يعطونه شهادة تقدير على ما قام به في رابعة العدوية، وأعطوه مبلغ مالي مكافأة له، ولكن
عندما اعترضت حقيقته التوأم قاموا بإطلاق النار عليها، وكانت تحمل طفلها الذي لم يتجاوز 8 أشهر، وهي بالمناسبة متزوجة في الأسكندرية وكانت تقضي يومين. وعندما حاولت منعهم قاموا بإطلاق النار عليها وقاموا بإطلاق النار على حمدي نفسه على قدمه، ولكن لم يصيبوه إلا في القدم، وكانوا يأخذونه معافى وكان حيا وما زال على قيد الحياة، وكانت الإصابة في قدمه فقط. وعندما ذهبوا أهله إلى الاستلام يعني بالذهاب بشقيقته إلى المستشفى العام في مركز سموستا، وجدوا أن حمدي هذا الذي اعتقلوه على قيد الحياة وجدوه جثة هامدة مهشم في الرأس ومصاب بطلق ناري في قلبه. وعندما قاموا باستخراج تصريح له للدفن قال لهم مدير النيابة: إذا أردتم أن تأخذوا الجثتين فعليكم أن تمضوا على إقرار يفيد بأن المتوفيان أو المقتولان إنجاز التعبير قاموا بقتل بعضهم البعض أثناء مشاجرة أو إلى نحو ذلك، وكانوا يريدون تصفيته لا القبض عليه، وبالمناسبة يريد قتل عمه الشيخ شعبان، لا يريد اعتقاله لأنه يحمل الكثير والكثير من الأسرار وهم لا يريدون أن يعرف أحد عن هذه الأسرار شيء. نعم. ولذلك قاموا بإطلاق النار على. نعم. طيب سيد عثمان، يعني هذه الاعتقالات التي تجري في القرية لأهالي القرية، يعني لماذا يقوم الانقلابيون بهذه الاعتقالات وفي هذا الوقت بالذات بعد مقتل حمدي؟ يريد تكميم الأفواه، لا يريد لأحد أن يتحدث في هذا الشأن، يريد تكميم الأفواه حتى لا يفتضح أمرهم، وغير ذلك أنهم لا يريدوا أن يقوم المتظاهرون في مركز سوموستا وقراه المجاورة له بالمسيرات السلمية المناهضة لهذا الانقلاب الغاشم، ويريد كسر هذا الانقلاب، وبناء عليه فهم يهاجمون المنازل والزراعات المجاورة للبلدة، وكانوا يبحثون عن الناس في الزراعات في المزارع التي تخصهم، وكانوا يطلقون النار في الهواء لإخافة أهالي البلدة، وكانوا يعتدون على الناس في الشوارع ويقوموا باعتقال الناس في هيئة عصابات. هم يا فندم يستقلون الميكروباص والعربي والملاكي، يعني ما بيجوش في عربيات شرطة ولا جيش، بيجوا في الملاكي في واضح النهار، بيقوموا باختطاف الناس من الشوارع. بيختطفوا الناس من الشوارع ومن عملهم، من مقر عملهم بيختطفوهم، وبيقوموا بالتعدي عليهم بالضرب. وقال لي أحد أفراد الشرطة من بلدتي وكان يرافق القوات بأنهم يعتدون على المعتقلين من كهرباء واعتداء جسري وضرب وسحب وتجريد من الملابس وضربهم وإهانتهم وحلق اللحية، يقومون بحلق اللحية غصب عن الملتحي ويقومون بالاعتداء عليه. طيب عثمان حميدة، أحد أقارب قناص 4 العدوية، كنت معي من بني سويف، أشكرك جزيلا على هذه المعلومة.